مرحبا بكم إلى النشرة الاقتصادية. استضافت غرفة تجارة وصناعة البحرين ندوة نوعية حول الألماس الصناعي، والتي نظمتها لجنة اللؤلؤ والذهب والمجوهرات في الغرفة بالتعاون مع إدارة فحص المعادن والأحجار الكريمة في وزارة الصناعة والتجارة والسياحة. وقد صرحت الحداد بأن تنظيم الندوة يأتي بهدف توعية المعنيين بالغطاء عن الألماس المصنع، والذي انتشر بكثرة في الأسواق العالمية، حيث يشكل تحديا جديدا في طرق تمييزه عن الألماس الحقيقي لجميع مختبرات العالم وقطاع المجوهرات بصورة عامة. فيما أكد المشاركون على أهمية الندوة التي تأتي في إطار الجهود المشتركة بين الغرفة والوزارة لتعريف وتثقيف أصحاب الأعمال بالألماس الصناعي وطرق إنتاجه وتصنيعه. أقيمت هذه الندوة بالتعاون مع مختبر البحرين لفحص المعادن، وذلك بهدف توعية تجار المجوهرات والألماس بطرق معالجة واكتشاف الألماس المزروع أو الصناعي، وأيضا نحب أن نؤكد أن سوق البحرين خالية من هذا النوع